عمال وعاملة شركة إسبرماتيكس بطنجة، في نفس الوقت أعضاء المكتب النقابي ومناديب الأجراء المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT. احنا خدامين في هذه الشركة هذه أزيد من 16 سنة، كاين اللي عنده 17 سنة في الشركة هذه. كنا مع مشغل أجنبي، من بعد تبعت هذه الشركة هذه ولينا مع مشغل مغربي اللي دابا خدام معنا تقريبا سنة ونصف ما كاملش، بداية من فترة ديال الانتخابات المناديب وهو معنا لحد الآن. هذا المشغل هذا من نهار اللي جا هو كيضرب لنا في الحقوق والمكتسبات ديالنا. كانت عندنا واحد البريمة كناخدوها ما بقاتش، كان عندنا كونجي ديالنا ولا كيهرس لنا الكونجي ديالنا، ولا جاب مسؤولين جداد للشركة وطرد المسؤولين القدامين ديالنا، جاب مسؤولين جدد اللي ولاو كيتعاملوا معنا بواحد التعامل لا مسؤول داخل المؤسسة، ولاو كيهضروا معنا بشي ألفاظ نائية اللي ما كتحترمش، اللي كتعتبر عنف لفظي في حق العامل اللي هو فينا شبابه وفينا حياته في هذه الشركه هذه. باش يزيد بها القدام غيجي واحد غيبقى يطيح من القيمه ديالو. وهذا الشيء كامل كنستنكروه. العمال والعاملات يعني بهذه الضغوطات اللي وقعت عليهم داروا واحد وقفه احتجاجيه نهار 17 في الشهر شهر غشت، عملوا وقفه احتجاجيه كيطالبوا بالحقوق ديالهم من هذا المشغل هذا. هذا المشغل هذا شنو عمل؟ صدر لنا واحد حكم من المحكمه غيابي بالإفراغ ديال 26 عامل من ضمنهم المناديب واحد الفترة ديال 6 أيام، وعملنا فيها باللي مؤدى عنها أنه كيطبق معنا القانون رغم أنه خارق القانون هنايا، لأن ما بلغش مندوبية الشغل بهذه التفاصيل وبهذه الإجراءات اللي كيدير. من بعدها في نفس الفترة تفاجئنا أنه كاين إفراغ ديال 84 عامل بحكم المحكمة غيابي في نفس الوقت عاود. من بعدها كيجي إفراغ ديال 126 عامل آخر. يعني هذا السيد هذا التعامل هذا التصرفات اللي كيدير إلا وكتعطينا أنه كيمهد أنه يشد هذه الشركة ويدفعها للسيزي. ولكن حنا كعمال وعاملات مازال متشبتين بالحقوق ديالنا، مازال متشبتين بالمطالب ديالنا وما غاديش نستغناو عليها. واليوم كنتفاجئوا آخر قرار أنه قام بطرد مناديب الأجراء بتسعود بهم، يعني بغي يحيد المناديب باش يفرض السيطرة ديالو على العمال، لأن أي مؤسسة ملي كيتحيدوا لها متحيدوا منها المناديب ما كتبقى عندها حتى شي قيمة. علاش؟ لأن المناديب عندهم واحد الدور قانوني كيقوموا به داخل الشركة، هما اللي كتكون الوساطة بينهم وبين العمال، ما بين الباترون وما بين العمال. هو غيحيد هذه الوساطة هذه باش يحاول أنه يزيد يهضم الحقوق ديال العمال أكثر ما هي مهضومة. وحنا كنستنكروا هذا الشيء وكنطالبوا من الجهات المسؤولة الجهات المعنية أنها توقف معنا في الظروف هذه وتراعي هاد العمال هادو اللي 17 سنة هما فينا وحياتهم وشبابهم هنايا وكبروا بهاد الشركة. كيف يعقل أنها في الأخير غيوليو متشردين في الزنقة؟ راه ما كتشردش 300 عامل أو 400 عامل، راه كتشرد 400 أسرة ولا 300 أسرة، لأن اللي ديك الأسرة وديك الأطفال ديالها غيوليو عاهة على المجتمع. إذن حنا خصنا نقيو المجتمع ديالنا، ماشي أننا نلوتوه وليو الناس كتسول ما لقات ما تاكل ما لقات ما تشرب، غيولوا متسولين اكثر من اللي الناس خدامين. حنا هذا الشيء هذا اصلا هذا الباترون كيف كيجوع العمال وكيقول لنا انا والله حتى نجوعكم، دائما كيقول هذه اللفظه هذه والله حتى نجوعكم. درنا معاه حوارات داخليه ما بغاش يستقبلنا كمناديب، التجئنا لمندوبيات الشغل، درنا استدعاء لمندوبيات الشغل باش يجي جوج مرات ما جاش. المره الاولى درنا مفوض قضائي ووصلنا له الاستدعاء ومتعنا أنه ما جاش، مشات للجنة الإقليمية عند الوالي وما جاش، وصلت عند الباشا اليوم كانت عندنا في 11 النهار وتفاجئنا أنه حتى اليوم ما جاش. يعني هذا السيد كيتحدى حتى السلطة، كيفاش السلطة بلغتك الرسالة بالحضور ديالك باش تفك هذا المشكل وتجلس على طاولة الحوار وانت ما جيتيش؟ تغيب هو والاتحاد المحلي ديال CDT اللي حنايا كنضاويو تحت منه. وهذا الشيء اللي كاين، وحنا لحد الان باقيين متشبتين بالحقوق ديالنا، وهذا الطرد اللي عطانا ما باغيينوش حنا كمناديب. حنا متشبتين بالعمال ديالنا ومتشبتين بالشركه ديالنا اللي باغيين نزيدوا بها القدام، وحنا باقي عندنا امل ان هذه الشركه باقا تزيد القدام وخصنا نكملوا المشوار ديالنا وضحياتنا فيها. ما يمكنش انا طرد الخبز ديالي غتشدوا لي فين غادي نمشي؟ حنا عندنا الناس في الشركه اللي عندهم صافي غياخذوا التقاعد ديالهم بقالوا شهر شهرين 4 شهور. بالله عليك هذا الرجل هذا ولا هذه المراه اللي وصلت في عمرها 50 عام والزياده، واش عاد تقبل عليها شركه اخرى باش توكل الاسره ديالها وهي كتسنى غير فوقاش ديك التقاعد باش تبقى مع وليداتها في الامن؟ يعني عندها واحد التقاعد، هو دابا غيحرمها من التقاعد، غيشرد وليداتهم، غيجوع عائلات كثيره غادي تصبح في المجتمع عاهه على المجتمع. اذا هذا السيد هذا ما عندوش شي
شي نيه الصفاء او نيه الصلح او نيه الاستمراريه. هذا السيد من خلال التعاملات اللي كيدير، هذا السيد ما ماجي الا ويشرد هذه العائلات هادو ويخلي المغرب واحل فيهم ويخلي المجتمع والامن الوطني واحل فيهم في الشوارع.